عشان الطرب بس برضو اللي عجبه الكلام يسمعني سقفة. طيب بقى ايه؟ مش كل واحد رجله تشيله يفتكر انه معلم جيله، وهو هبق وفي نفسه قوي والناس على عينه بتديله، كلها عارفة تمام بعضيها ما تعيشهاش بقى وتشوفينا، والشيطان يلعب في دماغك وتقولوا حاجة تحاسبوا عليا، كفاياكوا هري كلام صدعتوني كلام، عاوزين نشوف أفضل لو انتوا كله تمام، اثبتوا انكوا ابطال. الهيبه ميزه عندنا وده فضل من ربنا، عشان احنا قلبنا طيب الكل بيحبنا، مشرفين نفسنا ولا حاجة بتهزنا، ولا حد خيره علينا، الخير ده من ربنا. مسؤولي على نفسكم
يلي الكلام عندكم صدفة لو تجمعنا وربي لكم انا ما حلوكم عيال وكان نفسنا يتقال في يوم اسمها بيحك فينا عشان الناس تسقف لغا احنا هنفضل على مبدأنا سيئين ولا حدش بيسونا رزقنا مش واقف على حد رب العباد هو اللي بيرزقنا الحب والجدعنة لناس يا بابو عينا حنفية الخير قفلت وقفلت بابي لأنا بس أنا هفضل زي ما أنا على مبدأ الجدعنة اللي يفكر يوم يزاولني هو الخطر وحياة سيدنا النبي ما يستاهل سفه يا جدعان ايه في يا جدعان في ايه الحظ بظروفه يا جدعان عمرو الصغير مية مية صباح الفل باشا عمرو سلامة احلى مسا عليكم صباح الفل اللي جاي عالسكة يرجع انا هضرب الضرب اللي يوجع مش كلام والله بكرة الحساب هو اللي يجمع عندي ليكوا الف زلة يا صحبة كسر وكله إلا انتوا اندل وبجدارة وبسيجارة بقيتوا شلة يلا بينا هتيجوا على ستتي هتشوفوا يا بأسوتي هتيجوا على سكتي هتشوفوا يا بأسوتي الأرض لو تتكلم هتحكي عن حضرتك يا رب حوش عننا الغيرانين مننا يا رب حوش عننا الغيرانين مننا اللي عينهم راشة فينا الشبران من جبنا ومن الشام مش زي ناس بتطبل الحب
ردب. بقول لك يا معلم ردب صل على النبي. هو انا لو قلت اللي رزقه على الله وواحد لله يقوم يقف معانا ربع دقيقه، والعظمه لله مش لاي حد، اللي رزقه على الله بيقوم